شهيدة 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 شهيدة. طب ليه شهيدة؟ ليه قبل بمرة كان معنا ضحية بالفلاش، اليوم معنا ضحية ثلاثة بواحد. بونسوار. وين ماهر؟ والله ماهر عم يتغدى، بده شي 10 دقايق ليخلص. عندك شي؟ بدي اعمل شاي. ايه تكرم عينك وتفضل. اذا محممته بالبيت بكون ما بده تحميم. شو؟ لا مش محمم. لا سوري، في ناس بيجوا بس ليعملوا سشوار مثلا بيتسهروا وفن، فانا بوفر عليك. عرفتي كيف؟ كيف بدك مش محمم يا حبيبي؟ انت جديد بالمصلحه؟ لا لا عم بسالك بس. بس تشلح الجاكيت بليز. تفضل. شو هيدا؟ رايح تحلق لي؟ لك لا لا لحظة لحظة خليكي بس هيك شوي بليز. قربي لا شو في؟ لا هلا رجعي بليز، رجعي راسك هلا. نعم هاي لشو؟ يا عمي عايب، لانه بدي احمم لك شعراتك، انا ما بحب حدا مشان ما يجي من الشباب ويقعد يتطلع بالشعر على شو بده يتطلع؟ نعم؟ على شو بده يتطلع؟ بس بليز تراجعي شعراتك. خي هي ما بتنحط. لحظة لحظة انت لحظة ما بنحط. شو انا عم بعمل منيح؟ شو اللي بيعمل منيح؟ اللي بيعمل منيح. مي مسقعة ولا سخنة بتحبيها؟ وسط يعني. شو بتحبيها؟ وسط وسط. هيك منيحة؟ منيحة هيك؟ ليش بعدك حطيتها على شعري لأعرف إنها منيحة؟ لا عم يطلع البخار. عم بتدخن المي يعني هيك هتحرق لي شعري. اه لا اوكي اوكي. تحرق لي راسي. ايه شو بدك اياها فاترة يعني؟ ايه يا خيي فاترة. حول الله. ما انت قلتي لي فاترة؟ ها؟ طب ما اني معقولة يعني هاي فاترة؟ نعم عم تشتت الدنيا. شو بك انت؟ انت قلتي لي فاترة. فاترة مش متلجة. ايه هلا هيك منيحة؟ هيك منيحة؟ ايه منيحة. اوكي. هيك حرقتني. والله العظيم انا حق علي بالموضوع. شو هيدا؟ انا حق علي. عن جد حق علي. ايه ايه الحق علي. انا حق علي مش حق عليك انت. ايه بعرف الحق. لأني تعلمت هيك مصلحة والنسوان أعصابهم. لا انت عم تشتغل غلط، مش انت معلم المصلحة غلط حبيبي هيك. نعم؟ هيك معلم المصلحة غلط. لحظة لحظة لحظة. لحظة لحظة لحظة. ايه بس شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ عم تحمم لي جبينة؟ نعم. شو حطيت انت؟ لا بدي احمم لك جبينك مشان لحظة لحظة مشان الشعر. نعم. اي شعر اي شعر؟ شو حطيت على راسي؟ لا افركهم هون. لحظة روق شوي روقي. فركت لك اياهم روح. لحق عيني يا حبيبي عيني عيني عيني. مش هيك مش هيك ابدا بيحمموا. نعم. لحظة بس. شو؟ شو بدك قولي لي؟ فرجيني فرجيني. حطيت لك الدواء الشامبو الفيري اللي عنا. حطيت لك فيري. عماتني عماتني عماتني. لحظة وينك؟ شو حطيت لي؟ نعم شو حطيت لي؟ فيري حطيت لك. هي فيري؟ ايه فيري. هيدا فيري بدي احطه على شعري؟ ما لحظة شوي، هلا انت عم تعلي صوتك علي وانت منك فهمان الموضوع يا مدام. شو هو شو هو فهمان الموضوع؟ منك فهمان الموضوع. شو هو الفهمان الموضوع؟ يعني انت فتت من وقت من وقت لما فتت وعم بتعيط علي لقلي. شو شو هاد شو هاد اللي حطيت لي اياه؟ هيدا فيري. هيدا فيري هيدا هيدا للجلي. لحظة يا زلمة للجلي يا زلمة. بس لحظة لحظة هيدا للجلي. بس خليني احكي معك كلمة بس. عم حاجة تحكي. لوت الدنيا ماي. يعني بس لحظة بس كلمة بس كلمة. شو حطيت لي يا حبيبي؟ والله العظيم حطيت فيري. أنا ما بكذب. ايه اوكي هيدا لشو؟ هيدا أول شغلة هيدا بيستعملوه. ايه للشعر اللي الوحدة إذا ما عندها لمعة بصير عندها لمعة. بس اسمعيني بليز. ما أنت ما عم تسمعيني لأحكيكي. ما أنا عم بحكي معك لفهمك الموضوع. هيدا الدواء هيدا الدواء كل الصالونات بلبنان والله ما بيعرف. والله العظيم ما بيعرفوا. إذا حدا بيعرف لا اكيد ما بدهم يعرفوا. ما انا بدي اخبرك شو قصته. مجنون. انا اللي اخبرك قصته. انا اللي اخبرك قصته. والله انت اسمعيني بليز. يعني انت عم تعيطي علي وانا مبلش جديد هون بالشغل. اسمعيني بس شوي. هيدا الدواء والله العظيم
ما حدا بيعرف ولا صالون بلبنان انه لشو بيستعملوه هيدا. هيدا الدواء بيعطي لمعه لشعرك، هي اول شغله. شغله تانية بيعطي لمعه للارض، للارض ايه، مش للشعر. وبيعطي لمعه للصحون، يعني طبشك انا طبشك، وبيعطي لمعه للصحون، طبشك للصحون حبيبي ايه. مش للشعر ايه، ما بيعطي لمعه للشعر ايه، لمعه ايه. ثلاثه بواحد والله. شو هو ثلاثه بواحد؟ هو هيدا ثلاثه بواحد. ليك انت والله عيط لي، عيط لي لصاحب المحل. ليه عم تعملي معي هيك؟ عيط لي لصاحب المحل. طب بس انت انا شعري. انا شو اللي قالها؟ ما بدي حممه، عم تعيطي علي وبتقولي لي حمم، بتقولي لي حمم. حدا تاني يشتغل بالصالونات مثل الخلق. انا والله ادمي، بس انت ما عم تسمعيني. عامل لك هيدا ثلاثه بواحد، عيط لي للارض وللزلق وللشعر. هيدا عبد البكر والله العظيم بيعمل لك لمعه، بيعطيكي لمعه حلوه بالشعر. ما بديش لمعه والله، ما حدا بيعرفه. نعم حطوا لي شعر، شو هالقرف هيدا؟ انا ما غلطت معك يا دمازال، والله ما غلطت معك. ولا دمازال ولا بلوط عم عامل. شو بدك يا شيخ؟ ما بشرفك هيك بحط لي يا معلم. عم اقول له انا عامل هيدا ثلاثه بواحد، يا تقبرني. عامل له هيدا عم نستعمله جديد. بلا يا خي، بس ما انا عم بستعمله للزباين. هي ما عندها لمعه بشعرها، قلت بحط لها منه هيدا بلمع الارض وصحون الجلي والشعر. والشعر؟ ايه انت بيعطيها لمعه. في شامبو هون وفي الكريم ده. معلم انا شفت، انا معلمي والله شفت. ليش ما بتعمل شيء من هيك؟ والله انا شفت. شو الشغل؟ جايبين لي واحد مجنون شغلون صالون. انا العيلة عم تقولي لي هيك، ما عم تحترميني. هيدا حاطينها بالحلقة. والله معلم والله بعرف، بس انا شفت شعراتها ما عندها لمعه. قلت هيدا، قلت هيدا انا بلمع الارض. شو خصك؟ شو خصك؟ وصحون الجلي والطناجر. شوف الطناجر كيف بلمع الطناجر. طناجر يا ابن طناجر، طناجر مش شعري، طناجر. ايه طناجر. شو طناجر مش شعري؟ ايه والله طناجر بلمع. لا انا عن جد اذا بتحطوا هيك اشخاص بالمحلات يعملوا للعرب. والله والله بلمع طناجر. خيي ما تعمل لي فيها دور البريق، ما تعمل لي فيها دور البريق. احسن معلم، معلم انا غلطت شي معه؟ اكيد غلطت. يا معلم شو غلطت؟ خيي بتحط لها فارع شعرها. معلم هيدا بيعطيها لمعة للشعر، هيدا ثلاثة بواحد بلمع طناجر وصحون وارض وشعر. ليك بلا لمعة طه. ليك بلا لمعة؟ شهيدة. طب ليه عم ليه عم تغلطي معي؟ انا غلطت معك شيء؟ خلص انا غلطت معك شيء؟ خليني انا بحمم. انا غلطت شيء معي؟ هو اول يوم ببلش هون يا خيي. بس انا غلطت شيء معي؟ كلها ليك ما ابرد، كل هيدا بدك تولع لي فيه لشعر وما غلطت؟ هيدا بيعطيكي لمعه للشعر، بيعطيكي لمعه. روح من وجهي، روح من وجهي احسن ما افقعك بوكسر انزل لك اسنانك. كيف غلطت؟ هي قالت لك انا غلطت؟ اكيد غلطت. هي قالت لك؟ هي قالت لك غلط معك يا شباب. معلم هي قالت لك انه انا غلطت معها؟ هي هيك عم تحكي. لا معلم عم تحكي جد ولا بتحكي؟ اه والله لا بس انا ما غلطت معها. يا زلمه قال لي مثل الشامبو عادة. قلت لها جيبها شوي، لا جيبها شوي فيري للمواعين. انت قلت لها انه كانت معنا برنامج كاميرا خفيه؟ لا هلا من قلبي. اي كاميرا خفيه؟ اي والله. قلت لها انه خيي يعمل فيها ضرب نحن ما بنعرفها؟ لك ولا تضرب منك لخيي للدنيا كلها ولوحيات الله بتعرف هيدا اللي انت حطيته. والله انت برنامج كاميرا خفيه. شو شو كاميرا خفيه؟ والله كاميرا خفيه يا زلمه، وحيات الله بفقعك بفقعك هيك بطير لك اياها. والله انت برنامج كاميرا خفيه. والله لحظة 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 بس انت عن جد برنامج كاميرا خفية. لي اول شغلة الكاميرا هي فوق. ليكي وينها؟ عصبتني. بس تعال شوفي عن جد، تعال شوفي الكاميرا وين. هي فوق بوجهك، شفتيها؟ هي هي جوا جوا. ليك عم بقلبك وعم قلب الكاميرا. لحظة بنعمل باي بليز، عن جد بدنا نعمل باي. روح يا زلمة بليز، بدنا نعمل باي. بس بدنا نعمل باي، بدنا نعمل باي عن جد. انا وياك ويا بدنا نعمل باي. اوكي اوكي حل عنه. بعد في وحدة ليكي وينها؟ اللي برا الكونتوار هيها، شفتيها؟ هي كاميرا عن جد بدنا نعمل يا زلمة بليز، بدنا نعمل باي.